تنتمي للإسلام وتصلي الصلوات الخمس وتحج إلى بيت الله الحرام القديانية، مع ذلك هم ينكرون حقائق من الإسلام باسم التأويل وعدم التمسك بما كان عليه المسلمون حتى الخلف المسلمين، لأن المسلمين جميعا اتفقوا على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف جاء هؤلاء يدعون الإسلام ويقولوا جاء نبي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني وسيأتي من بعده أنبياء كثر، وجاء أحد تلامذته هنا وحاول يبث هذه الفكرة، وقاموا المشايخ الحمد لله تارة بالصياغ وتارة بالصياغ وتارة بالكلام، والحمد لله يعني كفينا شرهم، وكان لي مشاركة في المجادلة معهم كثيرا. الشاهد كيف ظل هؤلاء؟ قال عليه السلام لا نبي بعدي. تعرفوا شو معنى لا نبي بعدي؟ يعني معي، مش بعد منه، معي. ما في نبي، ما لي خلا يكون في نبي معي، انا كافي، لكن اذا مات في نبي. هاي اول النص. ولكن رسول الله خاتم النبيين، شو معنى خاتم النبيين؟ زينة النبيين، كما ان الخاتم زينة اصبع، فالرسول زينة الانبياء، ومعناها ما بيجي بعد منه نبي. لا، اذا هل المسلمين كلهم كانوا على خطأ في فهم هذه النصوص؟ تأتي الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف كان المؤمنون في فهم هذه النصوص يا قاديانيون؟ كانوا فهمان غلط. إذن شو معنى آية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ والبحث كثير وطويل جدا، فحسبنا الآن أصول الدعوة السلفية ثلاثة: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.